كواليس عيادة النساء بنسمع حكايات كتير عن مشاكل بتقلق أي ست، لحظات فرحة وأحياناً خوف وتوتر. علشان كده حبينا النهاردة نشارككم بقصص وحكايات بتمر علينا في العيادة. لكل حالة حكاية هنمر على حالة حالة. أنا دكتورة سحر المرشدي، أخصائية أمراض النساء والتوليد وعلاج تأخر الحمل. أول حكاية معنا النهاردة هي حكاية رحلة الحمل من الألف للياء، من بداية من أول لحظة ساعة لما تعرفي إنك حامل، مروراً بمتابعة الحمل والجنين، للحظة تحديد نوع الولادة. كل حالة وليها حكاية منفصلة، تعالوا معنا نشوف مع بعض كواليس عيادة النساء. أول واحد من كواليس رحلة الحمل معانا هتبقى عن حالة دايماً كانت بتيجي تشتكي إن هي عندها قيء مستمر، مش مرتاحه. بصي يا دكتوره، مفيش حاجه بترتاح في بطني، اي حاجه باكلها برجعها. دايما بنسال الحاله دي، هل القيء ده او الترجيع بالليل وبالنهار ولا الصبح بس؟ معظم الحالات بتجاوب ان هو معظمه بيبقى الصبح بس، وده قيء الحمل الطبيعي اللي ما فيهوش اي مشكله. لكن احنا علشان نقلله يفضل ان احنا نقسم وجباتنا وجبات صغيره، كل ساعتين ناكل حاجه بسيطه. مش مفضل لا ناكل وجبات كتيره ولا نفصل ما بين الوجبات. تاني حاجه، ما تغصبيش على نفسك باي نوع اكل انت مش مستريحه فيه، كل اللي تستريحي فيه بس، حتى لو نوع واحد هتكرريه طول اليوم. تاني حكاية معانا النهاردة هي حكاية الحالة اللي بتشتكي من ألم شديد جدا أسفل الظهر أثناء الحمل، والحقيقة ده فعلا واحد من الأعراض المتعبة جدا للحمل. علشان كده احنا بندي شوية نصايح علشان نحاول نقلل من الأعراض ده. أول حاجة، لما تيجي تقعدي حطي مخدة صغيرة ورا نص الظهر بالظبط. لما تقفي ما تقفيش لفترات طويلة، طبعا ما تلبسيش كعب عالي. لما تيجي تنامي بالليل يفضل ان انت تحطي مخدة بين الركبتين وتسندي بطنك بمخدة. احيانا في حالات بتحتاج اكتر من كده، بتحتاج كريمات مسكنة او لوشن معين بحيث يقلل لها الألم ده. ثالث واحد من الكواليس او ثالث حكايه بتحصل معانا، الحاله اللي بتيجي مخضوضه العياده وبتشتكي ان في افرازات بتنزل عليها. خلينا نشوف ايه الطبيعي وايه اللي مش طبيعي. الطبيعي في الحمل ان انت ممكن تلاقي افرازات ورديه في الاول خالص، اول لما تعرفي انك حامل. الافرازات دي احنا بنسميها دم تثبيت، مفيش منها قلق وما تقلقيش منها خالص. ثاني واحد من الافرازات المقبول ان انت تشوفيها في الحمل، افرازات لونها ابيض شبه اللبن، ما فيهاش اي مشكله، دي بسبب هرمونات الحمل. امتى بقى يبقى في قلق؟ لو الافرازات دي مصاحب ليها حكه بسيطه او ريحه مش كويسه للافرازات. في الحالات دي لازم تستشيري الطبيب المعالج، وفي الحالات دي لازم نحتاج علاج. طيب هي مقلقه يا دكتوره؟ لا، لو اخدت لها علاج مفيش اي قلق. اهم حاجه لازم نستشير الدكتور لو ظهر اي حاجه من الاعراض اللي قلنا عليها. واحدة من الحكايات اللي كتير بنشوفها، الحامل اللي اول لما بتدخل مامتها او حماتها تسالنا، دكتوره قولي لها تاكل ايه وتشرب ايه. اول 3 شهور بالذات احنا مش بنجبر الحاله على اي نوع من نوعيه الاكل، احنا بنسالها انت بترتاحي في ايه. لو قالت لي برتاح في الحوادق شويه، لازم اقيس ضغطها اطمن ان ضغطها مش عالي. لو مش عالي بنسيبها تاكل اللي هي عايزاه. لو احنا بدانا في الشهر الرابع، لا لازم نمشي على نظام غذائي متوازن، لازم يبقى عندنا حاجات فيها كالسيوم زي منتجات الالبان، لازم يبقى عندي بروتين، لازم يبقى فيه فاكهه وخضروات على اساس ترفع مناعتها. مش بس كده، لازم الاكل نفسه يبقى متنظم زي ما قلنا قبل كده، لازم يبقى متقسم. كوني بفطر كويس جدا وبقعد اليوم كله من غير اكل، ده مش صح. كوني مش بفطر بس باجي الساعه 3 اتغدى احسن غدا، ده مش صح. تنظيم الاكل وتقسيمه الوجبات اهم من الاكل نفسه. تاني حاجه بقى، تشرب ايه يا دكتوره؟ والخناقه الشهيره، تشرب نسكافيه ولا ما تشربش؟ تشرب قهوه ولا لا؟ فاحنا اوريدي في الحمل مسموح لنا بكوبايتين او بفنجانين كافيين. كافيين بقى يبقى في صوره ايه؟ انت تختاري اللي انت عاوزاه. عايزاهم يبقوا قهوه، عايزاهم يبقوا نسكافيه، انت حره، بس ما تعديش الحدود المسموحه اللي هم كوبايتين.